معايا هنا تقريبا كوباية من البيوتن. البيوتن ده وصفة حلوة جدا، هنزلها لكم ان شاء الله. انا مش عارفة انا ولا هنزل اول وصفة البيوتن ولا الفيديو ده. ودلوقتي معايا مارشميلو الوان مقطع صغير، معايا بسكوت سادة، معايا هنا بسكوت بالشوكولاتة، بسكوت بالشوكولاتة، انا قصدي اي بسكوت مغطى بالشوكولاتة. انا كنت عاملة البسكوت ده عندي في القناة فقطعت منه كام واحدة هي كده. دلوقتي بقى هنقلب كل المكونات دي كده الاول مع بعض والالوان تدخل في بعضها. دلوقتي بقى معايا كوباية كاملة من التغليفة بتاعت الكندر بوينو، سوري الحشوة، وكمان الحشوة دي انا عاملاها في القناة، وكمان برضو مش عارفة انا فيديو هينزل اول، بس تابعوا الفيديوهات عندي هتلاقي كل اللي انتوا عايزينه في على القناة. ممكن لو مش موجودة ممكن نستبدلها بنوتيلا او بلوتس او بشوكولاتة سايحة مدوبينها. لو احتجت طبعا تاني هحط تاني. هقلب بقى المكونات لحد ما تتماسك. دلوقتي هحتاج كوباية تانية من الصوص بتاعي، ممكن كوباية واحدة بس ونضغط البسكوت وهيتماسك وكل حاجة، بس انا عايزة الصوص يكون مغلغل كل المكونات اللي معايا. وطبعا المكونات دي ممكن نبدل اي حاجة باي حاجة، كل المكونات اللي احنا بنحبها ممكن نحطها. دلوقتي بقى كل المكونات بتاعتنا اتغلفت ببعضها كده واتغلفت بالصوص اللي معانا، شايفين بقت نوعا ما بتلمع وفيها نسبة من الصوص. طبعا لو حابين نزود مفيش مشكلة، بس كده مناسب جدا عشان ما تبقاش مسكرة قوي. دلوقتي بقى اي قالب حابين الشكل بتاعنا يطلع عليه هنغلفه بكيس خزين او كلينج فيلم. انا بحب اكياس الخزين عشان شوية سهلة، مش متعبة زي الكلينج فيلم. طبعا دي حرية شخصية. هفرد كل الخليط بتاعي. دلوقتي بقى انا سويت السطح بالشكل ده كده، هحطه في الفريزر يتماسك كويس جدا. دلوقتي بقى نقطع الشوكولاته بتاعتنا، شايفين بقى شكلها حلو قد ايه، قد ايه سهله وبسيطه، بتاخدش اي وقت ولا مجهود. نقطعها بقى التقطيع اللي احنا حابينها. وكده بقى البسكوت بتاعنا او الحلق بتاعنا بقى جاهز معانا. الولاد هتبسطوا جدا من الالوان، وكمان طعمه تحفه يجنن. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، وصفه سهله وبسيطه. واللي يعجبه الفيديو يا ريت يسيب لي رايه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله.